انطلاقاتنا مستمرة شوطي للآخر ضمن انطلاقات الخير والبركة. ارحب بحضراتكم، طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. ايها المتابعون، ايها المستمعون الافاضل في كل مكان خلف الشاشات، ارحب بحضراتكم ضمن انطلاقاتنا المسائية في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس. طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. شوطنا ينطلق في هذا المساء الذي خصص لسن الجداع، شوط الختام، الشوط 14 الخاص بالجداع لفئة الابكار، ينطلق باسمائه المميزة والشعارات الرنانة التي تحضر على ارضية ميدان الشحانية، الميدان الذي يرحب بالجميع، فمرحبا بالجميع في ميدان الجميع. ينطلق شوطنا وعلى بركة الله ننطلق نحن وياكم لعد المراكز الخمسة الاولى. مقدمة الشوط المركز الاول نتابع في هذه اللحظات انطلاقة عصمة. مرحبا يا عصمة وشعار عصمة، اجن الشحانية، البرنس جار الله بن محمد بن عقيل قائد للمسيرة يقود لنا انطلاقة وحضور عصمة مع البداية الاولى. المركز الثاني الضيف القادم من دانة الدنيا دبي، اجن العاصفة الحاضرة في هذه اللحظات مع الشاهينية، غياث الهلالي يحضر على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات وسام يا وسام، حاضر هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، مرحبا بحضوره في هذا اليوم المميز. حضر الشبل وحضر بابداعاته الجميلة، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما الحضور حضر في هذه اللحظات، مرحبا بشعار هجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. غلا يا غلا يا غلا، ما شاء الله تبارك الرحمن، شكل واداء. تحضر بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات من الشحانية، اجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا حضور الشحانية الحاضر على المركز الخامس. هكذا ايها المتابعون، عبر الاثير فم اعلنت على حضراتكم وعلى مسامعكم الكريمة خمسة اسماء اولى في شوط للاجداع، في شوط للمتعة والابداع. نعود مباشرة الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى عصمة. يا عصمة يا عصمة، تنطلق بادائها المميز لهجن الشحانية على المركز الاول. جار الله بن محمد بن عقيل البرنس حاضرا في هذه اللحظات، برنس ينطلق على المركز الاول. بينما الحضور في هذه اللحظات، غلا يا غلا يا غلا، مرحبا بالحضور لهجن الشحانية الحاضر الذهبي سالم بن فاران المري قادما لنا بحضور غلا. المركز الثالث اتابع الحضور من انطلاق مثايل، مرحبا مثايل الحاضرة في هذه اللحظات، اجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يحضر الشبل ويقدم لنا مثايل. المركز الرابع مرحبا يا الصامل القادم في هذه الاثناء مع نجلة، اجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع المري قادما على المركز الرابع. بينما المشاغب حضر المشاغب، فحضرت المشاغبة في هذه اللحظات في هذا الشوط، منافسة في هذا الشوط، يحضر ويقدم لنا حضور هجن الشحانية مع انطلاقة وحضور طموح. هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يقدم لنا طموح، وطموح هذا الشعار دائما المركز الاول، ما يحب الا المركز الاول، ما يحب الا النمبر 1. شعار هجن الشحانية حاضرا منطلقا على البداية على المركز الاول، قائد المسيرة هنالك الذهبي سالم بن فاران المري. غلا يا غلا يا غلا، هجن الشحانية الحاضرة ايضا هناك نجلة
مثايل قادمة في هذه الأثناء، عفوا مثايل أجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري المركز الثالث نجلة بالفعل تحضر بشعار أجن الشحانية مع الصامل بن قريع قادم فران بن محمد بن حمد بن قريع المري المشاغب رابعا يقدم لنا طموح أجن الشحانية محمد بن خالد العطية. خامسا البرنس حاضرا في هذه اللحظات يقدم لنا تحفة أجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا تحفة، وكما تشاهدون عبر قناة الريان هذه التحفة الفنية الجميلة التراثية حينما نرى هذه الشعارات هنا متواجدة على أرضية هذا الميدان للمنافسة من أجل الناموس الغالي. والله الناموس بحد ذاته هي رؤية هذه الشعارات بأدائها المميز. أجن الشحانية الأدعم الغالي عودة إلى الذهبي وما يقدم الذهبي من إبداعات مع غلا أجن الشحانية. سالم 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 بن فران المري يقود المسيرة يقدم لنا غلا، ولكن دير لي بالك يا الذهبي الحوت والمشاغب قادم في هذه اللحظات يقدم لنا حضور طموح أجن الشحانية محمد بن خالد العطية. الدوحة لجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني قادما، ولكن يا الهي يا الهي يا الهي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن غلا 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 سالم 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 بن فران المري حرك عصاها بدا بالعروض بدا بالابداعات بدا بالمتعة متعة 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 ما شاء الله عليه الذهبي سالم سالم بن فران المري غلا 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 الله 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 سالم بن فران ويا سالم جعلك سالم جعلك سالم جعلك دوم الدوم سالم الله يا سالم يا بن فران يا المري أداة هجن الشحانية هذا هو الأداة كما عودنا عليه الذهبي سالم بن فران المري أداة مميز الذهبي سالم بن فران المري مع غلا وأداة غلا عودنا شعار هجن الشحانية على الإبداعات على النوعيات المميزة التي تقدمها لنا هذا الشعار شعار هجن الشحانية. سلام سالم سلام تهانينا والناموس. المركز الثاني الدوحة لجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر شواني. المركز الثالث شعار 8 ولا 7 دخول الجماعي ما بين مشكور يا مخرجنا طموح حاملة الرقم 7 لهجن الشحانية محمد بن قادر العطية. المركز الرابع شعار مرواس لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الخامس شعار بشاير هجن الشحانية جل الله بن محمد بن عقيل. تهانينا والناموس. هكذا انقضت رواية هذا الشوط وقصته ما شاء الله تبارك الرحمن. شاهدتم غلا وأداء المميز لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري مع شوط الختام في هذه اللحظات. توقيتها الزمني التوقيت الزمني 9:13 47 جزءا من الثانية. هذا توقيت غلا لهجن الشحانية مشكور يا الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني شعار هجن ام الزبار مع الدوحة توقيت الزمني 9:15 82 جزءا من الثانية. ثانين والناموس. المركز الثالث شعار المركز الثالث شعار هجن الشحانية مع طموح ومحمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. توقيت الزمن 9:17:56. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وكما تشاهدون امامكم هنا امام شاشة قناة الريان الخمس المراكز الاولى بتوقيتها الزمنية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. حظا اوفر لمن لم يحالف الحظ. ونذهب نحن وياكم مع موجز للنشر الختامية لاصحاب الاشواط الرئيسية والتوقيت الافضل مع مخرجنا العزيز الضبي بطلة الشوط الاول الرئيسي للجداع البكار لهجن الشحانية والتوقيت الافضل جابر بن سالم بن فران المري 9:09.
الثاني 28 جزءا من الثاني تنين والناموس. العابر بطل الشوط الاول الرئيسي للجذاع القعدان لهجن الشحانية. ايضا الشبل جابر بن سالم بن فران المري. تهانينا والف مبروك لنجمي هذا المساء جابر بن سالم بن فران المري. ونستعرض نحن وياكم باقي الاسماء الفائزة بالاشواط المتبقية. تقبل تحياتي محدثكم وليد بن عوض العنزي.